كوسة ها كوسة مسك شنعمل بنيتي؟ قولي شنعمل قولي شنعمل نموتوا عام الثمانينات ما صارت لنا شك على عام الزين وصعبوا وبرقيبه وصعبوا ما صارنا شك ناكلوا باللحم ناكلوا نشربوا باللحم زيت الزيتون موجود الزيتون موجود القمح موجود توا القمح اللي تلوح تونس في هاوية لا رئيس كلهم ماشيين في هاوية كلهم ماشيين في هاوية كل شيء نقاوة احنا كملنا عمارنا حتى كي مش يحكموا عليا نمشي للحبس كل شيء ظهر لي مفقود في تونس كان المواد الكحولية هذيك موجودة تحتي يبيعوا فيه تحت البلاس لو يبيعوا فيه ويخلقوه الناس بالسرقة حتى ما عندكش يجوا دخلوا يدك لجيبك حتى البطاطا مش نطبخوها ما لقيناهاش نطبخوا البطاطا فهمي الخبز طبعا مش ناكلوا المرقة مش ناكلوا الصغار باش مش ناكلوا الخبز وينه كي كان القمح الواحد يلحي ويغربل ويكسكس ويعمل كل شيء شنو عيلة بلازميم راهو البلاه عيلة بلازميم كيما الدار بلا كبير اكيد اه اما عدوه مش انا قدام مرة بالفولار هذا نتاع دفتلس ويحطوا شطر واللي نقولوا صحيح يعدوه ايه. عليه تو القفة فارغة يا امي اه باش ها هاني درت ما فما شيء ها وجواب لقيته في البلاص باش ننزل المالية باش مش طيب باش هاي عشرنا فتحتي باش نقضي بها ولا ناكل بها ونشري الخبز ولا مشيت البارح فارماسي دوا الدم والسكر ما فماش الصباح فزت عصرت القارص في راسي ولينا بالعربي توا فهمت ولا لا علاش ما تعدوهوش قل عيلة بلا زميم يلزم زميم يلزم واحد عام الثمانينات ما صارت لنا شك على عام الزين وصعبوا وبرقيبه وصعبوا ما صارنا شك ناكلوا باللحم ناكلوا نشربوا باللحم زيت الزيتون موجود الزيتون موجود القمح موجود توا القمح اللي تلوح القمح الفلاحة ملوحة الفلاحة قاعدة مساكن تبرسقوا بيجا مساكن مشيت عليهم هكا ولا لا نحد فيه معقول ولا لا هي ما ارفقوا بينا ارفقوا بالخضر ارفقوا بالخضرة بالدنيا كل نعرفوا الفلاح تكبس والمواطن تكبس اللي عنده شهرية وين يقول لك التونسي يخدم على الخبزة اليوم الخبزة ما فهمي وين ها مسكرة الكوش أنا هبطت ومازلت ما قضيت شيء أنا مازلت مش نمشي نعمل نواصل كوسة ها كوسة مسك اش نعمل بنيتي قولي اش نعمل قولي اش نعمل نموتوا توا انا الصباح ولا راس بنتي دخت مشيت جبت قارصة نعمل طابونة عندي الفور نعمل اعطيني السميد والفرين اعطيني الزيت اعطيني الخميرة اعطيني الملح الملح التالك ده قريف الملح قريف عليه علاش العباد الشبيبة تحب تحرق جاعت ماتت بالشر تحب تلبس تحب تشري تحب تشري الكهرباء قلت لك في الثمانينات وصرت لنا شك شافي هاوية مش تيح في البحر الكل كيما تحرقت الشبيبة تحرقوا نحن الكهرباء احنا رفقوا بالكبار هذا بالشبيبة تاع الكبار فهمت رفقوا بينا تمشي تلقى كيلو بطاطا ب 2400 تشريها ولا تبطل تشريها ولا تبطل انت كمواطنة معايا تشريها ولا تبطل نقولوا نبطل هاني بطلت نشري راتا بصل ب 2000 تونس في هاوية لا رئيس كلهم ماشيين في هاوية كلهم ماشيين في هاوية كل شيء نقاوة احنا كملنا عمارنا حتى كي مش يحكموا عليا نمشي للحبس كل شيء ظهر لي مفقود في تونس كان المواد الكحولية هذيك موجودة تحتي يبيعوا فيه تحت البلاس لو يبيعوا فيه ويخلقوه الناس بالسرقة حتى ما عندكش يجوا دخلوا يدك لجيبك ولا يخطاني الكحولية هاني موجود هلا البارح ذاية شنعرف احنا كبار مش نشرب الكحولية والخبزة مش موجودة تي يوم يقولوا يقطعها هاي تقطعت والسواق والزرق والدخان موجود موجود مش نكذب عليك موجود الناس كلها تتكيف حتى من ساعة مثل عاق